الحقيقة أنا بالنسبة لي قرع طبول الحرب من طرف الجزائر تعكس موقف ضعف وتعكس فشل ذريع للجزائر، وآخر فشل لها هو القرار الأخير، قرار 2602 من مجلس الأمن اللي كرس الخيار المغربي كحل نهائي للمشكل، المشكل المفتعل، مشكل الصحراء. وكذلك أنتم تعلمون بأنه كذلك الجزائر حاولت عدة مرات، حاولت أولا عرقلت، ولما أقول الجزائر أقول كذلك البوليزاريو لأنه هو صنيعة الجزائر، حاولت عرقلت معبر القرقرات منذ عام، حاولت يعني تقويض المغرب في كل حالة، في كل فرصة تراها، وأظهرت يعني نتيجة لفشلها يعني نوع من العدوانية ونوع من القرع كما قلتم، قرع طبول الحرب، ولكن بالنسبة لي هو ناجم عن فشل في على كل المستويات، حتى على المستوى الداخلي، على مستوى الاقتصاد الجزائري والتنمية. المغرب يسير في خطى ثابتة، المغرب اليوم يعني هو في مستوى إيطاليا من حيث تصنيع السيارات و الايرونوتيك تسكي ايرونوتيك، وبالتالي يعني حصيلة المغرب منذ الاستقلال هي حصيلة مشرفة وتعكس وعي وخيارات استراتيجية اللي تم خيارها مناسبة وأعطت أكلها. أما في الطرف الآخر فالخيارات كانت فاشلة والنتيجة فشل كذلك، لا يوجد هناك أي تنمية ولا يوجد هناك أي اقتصاد، وبالتالي هذا هو اللي يعكس بالنسبة لي الموقف الجزائري الحالي.